طبعا عدد منكم شاف مر عليه خبر CNN ان الاوزمبيك او الويكوبيا او الادويه او العلاجات اللي استخدمها لمرض السكري كذلك لنزول وزن انها تسبب شلل المعده. ومن بعدها طبعا كثير من القنوات الاخباريه العربيه تناقلت الموضوع دون التحري عن دقه الموضوع، وحطوا طبعا مانشيتات بخط العريض انها تسبب شلل في المعده. وطريقة نقل الخبر بهذا الطريقة وهذا الأسلوب طبعا مصيبة للمرضى اللي قاعد يأخذون هذا العلاج، أن بالنهاية لما يقرأ المريض أنه أو طالع خبر أنه في شلل المعدة فوايد منك ممكن يتركون هذا العلاج. كلمة شلل المعدة كلمة كبيرة، فالواحد لما يقراها بهالطريقة وهذا الأسلوب أكيد أنه بخاف وبيتساءل بشكل كبير. الأدوية هذه بشكل عام وظيفتها الأساسية في أنها تقلل حركة الأكل في الأمعاء، وكذلك أنها تسد الشهية عن طريق مراكز الشبع بالدماغ. فلما يقل الأكل في الأمعاء طبيعي بعض المرضى ممكن يحسون بعض الأعراض مثل اللوعة، الغثيان، ترجيع، الأمور هذه كلها في البدايات. أما المقصود بشلل المعدة فإن ممكن تتأثر النهايات العصبية في المعدة فيؤدي هذا الشيء أنه يصير مثل غازات بعد الأكل وكذلك ترجيع مستمر. وهذا الشيء احنا ممكن نشوفه عند بعض مرضى السكر، اذا كان السكر منتظم فترات طويله ممكن نهايات العصبيه للمعده